ينضم معنا من الرياض وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون الطالبات ورئيس اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر الدكتور عبد العزيز الهليل. أهلا بك دكتور. دكتور عبد العزيز، بداية حدثنا عن أهداف هذا المؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة مؤتمر واجب الجامعات السعودية وأثرها في حماية الشباب من الأحزاب والجماعات والانحراف هو مؤتمر برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وانطلقت فعالياته هذا اليوم في رحاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ويهدف الحقيقة إلى عدة أهداف مهمة جدا تصب في مصلحة حماية الفكر وخصوصا فكر الشباب وحمايتهم من الانحرافات الفكرية أو السلوكية. ومن أبرز أهدافه إبراز دور المملكة العربية السعودية في هذا الجانب، وكذلك إبراز دور الجامعات السعودية وخصوصا جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي يعني ما فتئت في إقامة هذه الفعاليات والمناشط المتعددة التي تصب في خانة حماية فكر الشباب أو حماية المجتمع من التيارات الوافدة والأفكار المنحرفة. نعم، لكن كيف يمكن أن تسهم الجامعات في حماية الشباب من خطر الجماعات والأحزاب والانحراف؟ الحقيقة الجامعات في المملكة العربية السعودية عليها واجب كبير، ألا وهو واجب حماية الأفكار وخصوصا في هذا الزمن. وما تحتضنه الجامعات السعودية من فلذات الأكباد من الأبناء والبنات الطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية، وهي المرحلة التي ينبغي العناية بها ويعني تكثيف البرامج والفعاليات التوعوية، وخاصة في هذا الزمن اللي كثرت فيه الآن يعني دعاوى الجماعات المضللة واستقطابهم لشباب الوطن وتضليلهم بأفكارهم المنحرفة. فالجامعات عليها دور كبير الحقيقة في هذا، وهو يعني رسالة هذا المؤتمر الذي يريد أن يوصل الرسالة إلى أن الجامعات ينبغي أن تقوم بواجبها تجاه التوعية الفكرية. نعم، إذا كان معنا من الرياض وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون الطالبات ورئيس اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر الدكتور عبد العزيز الهليل، شكرا جزيلا لك.